خليني ابدا معاك يا كابتن، وخليني ابدا باللي حصل امبارح. الحقيقه امبارح الحقيقه مؤتمر، اعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بيضع او بيسن سنه عن الفتره القادمه، لانه اول مره تحصل ان مجلس اداره يجيب ايه اللي حصل خلال 4 سنوات سابقه ويقول للناس انا عملت كذا وكذا 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 وكذا. طبعا زي ما انت اتفضلت وقلت، من الجميل جدا ان يكون في احد رموز النادي الاهلي ينجح في رصد التاريخ والمبادئ والتطوير، ويكون عند نفس الخطه ونفس الشكل العائلي بتاع النادي الاهلي، فده بحد ذاته نجاح. زياده على كده تقيس البطولات اللي هي بتبقى موجوده على جميع اللعبات اللي بتبقى موجوده، ففي جهد مبذول جدا من رموز النادي الاهلي وقادتهم ومجلس ادارتهم. كل طلبات الجماهير واللي بيحلموا بيه، الناس دي بتشتغل متطوعين على اسعاد الناس دي كلها، متطوعين على ما سبقهم. يعني لو سبق كابتن خطيب استاذ مهندس محمود طاهر، كابتن حسن حمدي، قبل كده في كابتن صالح، في يعني هنخش بقى الفريق مرتجي وهنخش للقاده كلهم اللي كانوا موجودين، عبد صالح الوحش، يعني كل الناس دي نفس المنهج، نفس الشكل، نفس المفهوم، ازاي تقود مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي. فما فيش يعني من نجم لرمز لخبرات لكله بيتواصل في شكل واحد اللي احنا بنتكلم عليه، العيله الواحده في انجاح اسم النادي الاهلي، انه بيرفرف عاليا وبينافس اعتى واعلى الانديه اللي موجوده في العالم. فده بحد ذاته نجاح كبير جدا وشكل محترم قوي. الناس كلها بتبقى باصه علينا، يعني الناس اشتكت من نجاحاتنا، الناس دايما الناس دايما بتبص لنا، انتوا على طول في احتفالات وعلى طول من حق النادي الاهلي انه يحتفل ببطولاته، ده احنا متاخرين كمان زي ما كابتن محمود قال. احنا من حقنا نبقى على طول بندي وبنوري العالم كله من هو النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيقول كلمته وبيقول اسمه في البطولات العالميه طبعا، في بطوله الانديه العالم. السنه اللي فاتت شفنا وخدنا يعني خبره صغيره كده، الى ان المره دي باذن الله هيكون لنا شكل تاني باذن الله.